350 عائلة سورية لاجئة في مخيم الريحانية شمال لبنان مهددة بالطرد من المخيم بناء على طلب السلطات اللبنانية، والأسباب مجهولة حتى الآن. تابع التقرير ونعود للنقاش. كارثة إنسانية تدق أبواب اللاجئين في مخيم الريحاني الموجود في منطقة المني شمال لبنان، فالمخيم الذي يضم حوالي 1500 لاجئ سوري صار عرضة للهدم في أي لحظة، وذلك بعد أن طلبت السلطات اللبنانية من قاطني المخيم إخلاءه في غضون مدة أقصاها 10 أيام. الحقيقة نحن مخيمنا له 3 سنين وكسور، ومخيم مضبوط جدا جدا، له ملفات ومسلمين الملفات للأمن وللمخابرات الجيش وللمعلومات وللكل، واللي عم بيعوز أي معلومة عم يسألنا عم نتجاوب معهم من الأجهزة الأمنية كلياتهم. الخميس الماضي بيجي لعنا ملازم أول ومساعد وكم عنصر معهم، وبيجوا بيطلبوا منا إخلاء المخيم خلال 11 يوم. لا يعلم الأهالي إلى أين يتجهون في حال هدم المخيم، سيما وأن معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال، ومعظمهم ليس لديهم معين. نحن مخيم إنماء، نحن 350 خيمة، نحن حوالي 1500 شخص. أنذرونا أنه نطلع خلال 10 أيام، مع أنه يعني مخيمنا نظامي ومسيج، وإنا هون 4 سنين لا عملنا مشاكل، لأن يعني شغلات الحمد لله ما يمنيح. أجوا لهون مداهمات مرتين ثلاثة، والله الحمد لله ما لقوا شي عنا. الأهالي ناشدوا السلطات اللبنانية أن تبقيهم في المخيم، كونه ليس هناك أي مكان يذهبون إليه. يا أخي نحن صرنا سنتين هلا قاعدين هون، صرنا سنتين قاعدين بالمخيم، عرفت علي كيف؟ عنا نسوان أرامل، عنا أولاد صغار، عنا أولاد مرضى بالتلاسيميا، عرفت علي كيف؟ عم بدلهم كل 20 يوم دم. شو وين لحتى بدكم تشيلونا هلا؟ شو الشغله اللي اشتغلنا نحن بنناشد المجتمع الدولي انه شو جريمتنا، شو الجريمه اللي ارتكبناها لحتى بدكم تطالعونا؟ اي خطا اللي اخطانا لحتى يعني بدهم يطالعونا من المخيم؟ وين بدنا نروح؟ من مخيم الانماء في الريحانيه شيوخ ونساء واطفال يعيشون ساعات من القلق بانتظار قرار السلطات اللبنانيه، اما بهدم المخيم او بالابقاء عليه. من شمال لبنان، فاطمه عثمان، اورينت نيوز. ينضم إلي أبو هشام المصري مدير مخيم الريحانية من عكار، وأيضا ستنضم إلينا رنا النجار صحفية من بيروت. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك أبو هشام، طبعا سمعناك بالتقرير عم تحكي عن انضباط المخيم، عن الملفات كلها بشكل نظامي، كل الجهات الرسمية والأمنية بلبنان لديها معلومات عن ملفات المخيم، وتعاونكم أيضا في أي مطلب يقدمونه. يعني لحد وصول التقرير ما كان عندكم خبر بسبب طلبكم لإخلاء المخيم، هل في أي جديد؟ هل بتعرفوا الآن ليش؟ هل استفسرتوا؟ عرفتوا شو الجواب؟ أبدا ما في جواب، بس بعتقد أنه هم عم يحكوا عملية أمنية، ما بعرف كيف يعني يعني أخدينا كيف، من أي ناحية أمنية ما بعرف. بس اسمع، عرفت أنه عملية أمنية. في شيء بضواحيكم محيطكم في شيء مشاكل معينة؟ لا نحن بعيد عن الناس، يعني نحن فوق بعيد عن الناس فعلا، ما في عنا أي، مثل ما قلت لك مخيمنا مضبوط ومعمل له سياج على دايره، وله بوابة بتفتح البوابة الساعة 6 الصبح وبتغلق الساعة 6 المساء. وما عنا اختلاط، عنا حراس من خارج المخيم لبنانية حتى ما يحتكوا بالسوريين، وعنا حراس داخلية سوريين ما بيحتكوا باللبنانية برا. مين الجهة تحديدا اللي طلبت منكم إخلاء المخيم؟ اللي طلب منا مخابرات الجيش، طلب عنا ضابط ملازم أول معه عناصر، وطلبوا منا خلال 10 أيام إخلاء المخيم. بس هن يعني إذا سألتوا أو بتعرفوا، هل هن اللي بحق لهم يطلبوا بهذا الشيء، أم أنه هن لازم يطلبوا من جهة أخرى هي المسؤولة عن المخيمات هي تتولى هذا الأمر؟ والله نحن ما بعرف يعني السلطات كيف تتداول بين بعضهم أو كيف بيتعاملوا مع بعضهم، ما بعرف. أنا اللي بعرفه اجوا طلب منا مخابرات الجيش اغلاق المخيم بعد 10 ايام. ونحن صرنا عم نناشد ونطلب من العالم كل شيء فيه يساعد بهالامر يساعدنا. هذه الناس وين بدي يروح؟ عندي 60 أرملة، ما عندي 80 يتيم. 80 يتيم طفل، عندنا 600 طفل، عندي 400 مرض، 200 رجل، 250 رجل يعني منهم معاقين. وين بدي اروح فيهم؟ هذا المخيم تابع يعني للمفوضيه؟ نعم. المخيم تابع للمفوضية؟ مسجل للمفوضية؟ لا نعم، له رقم بالمفوضية. نعم. هل جابوا لكم ورق يعني طالبوكم فيه ولا بشكل لا شفهي؟ لا
شفهي، بلغونا شفهي، ما بلغونا بخلال اوراق رسميه. انتم كيف تاكدتوا انه هدول هن فعلا من مخابرات الجيش؟ لا بنعرفهم إنه... بعرفهم نحن. بيجوا سابقا عم يجوا لعنا هن سابقا اذا بدهم حدا او اذا بدهم يسالوا عن شخص امنيا بيجوا بيسالونا، ونحن عندنا تواصل معهم لانه هن مركزهم بالعبدي قريب علينا 5 كيلومتر. طيب خليك معي ابو هشام، رح روح لرنا نجار صحفيه من بيروت. رنا، اول شيء حابه استفسر منك بانه عاده لما بيكون في اجراءات لاغلاق مخيم، مين الجهه المخوله انه هي تشوف امر هذا المخيم وتطالب باخلاءه او باخراج الناس؟ هل هي مخابرات الجيش ام لازم جهه ثانيه؟ هل بحق لهم هن يعملوا هيك؟ طبعا اول شيء مساء الخير، اهلا وسهلا. ثانيا بكل المخيمات اللي صارت طلبوا منا، طلبوا للاجئين السوريين انه يخلوها، كانت مخابرات الجيش هي اللي عم تبلغ اصحاب هالمخيم او اللي ساكنين فيه. فطبعا هي بحق لها اذا كان في اسباب امنيه تتعلق باشخاص موجودين بهالمخيم مطلوبين امنيا او اشخاص عم بخططوا لاي شيء بيهدد السلم الاهلي. يعني طبعا هن حكوا انه في شيء امني يعني، بس ما حكوا شو هو وما حكوا شو السبب نهائيا. وابو هشام مثل ما هيدي المشكله، ايه انه حكى انه هن كثير بهذا المخيم ملتزمين بكل شيء، شو ما طلبوا منهم المخابرات الجيش او اي جهه لبنانيه، شو ما بتطلب منهم تعاون، اسئله، يفوتوا على المخيم، هن كثير متعاونين بهذا الموضوع. نعم، هيدا المخيم هو من اكثر المخيمات، هو اكثر من اكبر المخيمات اصلا بلبنان وخصوصا بالشمال، وهو من اكثر المخيمات المتعاونه مع السلطات الامنيه واكثرهم تنظيما واكثرهم انضباطا، وطبعا في 300 عائله بقلبه، اكثريتهم 80% نساء ورجال، نساء واطفال وكبار سن. فانا صراحه يعني كمتابعه لهالملف كنت كثير متفاجئه بانه ينطلب من هالمخيم بالذات انه يخلو خلال 10 ايام. يعني انت اذا كنت غير لاجئه وساكنه باي بيت بالعالم او اي مدينه وحالتك الماديه كثير منيحه، بعشر ايام ما بتقدري تامني بيت ثاني، كيف ممكن يكون واحد لاجئ ما عنده ياكل ولا عنده يشرب وعيش بادنى مقومات الحياه مثل ما عم نشوف هلا على الصور، بيطلبوا منه بعشر ايام اخلاء هذا المخيم من دون اي اسباب واضحه ومباشره. قد يحق للامن انه ما تقلنا يمكن الاسباب، ولكن ما فيها كمان هي كرمال شخص واحد مطلوب بالمخيم تقول ل 300 عائله الله معكم روحوا لاقوا محل ثاني. هيدا اكيد مستنكر من قبل كل الناس، من قبل الانسانيه، من قبل الجمعيات اللي تطالب بالتعاون مع هاللاجئين ومراعاه ظروفهم. بس وطبعا هيدا الموضوع، طبعا هيدا الموضوع هو خاطئ. يعني انا دائما طب هي السياسه اللي هلا بلش، يعني هي السياسه اللي الان بدات تنتهج، يعني انه قبل كانوا يحطوا حجج بانه مخيم يعني ما له نظامي، ما له مخيم تابع للمفوضيه، بانه مثلا لما دخلوا على عرسال بالدبابات والى اخره، عم يحطوا كانوا حجج الى علاقه باشياء مختلفه. ولكن لما عم نحكي عن مخيم يعني مثل ما ذكرتي حضرتك وضيفي بانه هذا المخيم بعيد كل البعد، يعني ما بيقدروا نهائيا انهم يقولوا اي تهمه عليه، هل اجراءات يعني غير مبشره ربما تعتبر كبدايه لعهد او فتره معينه؟ هلا صراحة الرئيس الجديد حكي بخطابه انه نحن رح يكون في عنا اولويات، منها الامور البقية ومنها اللاجئين، ولكن يعني هذا الموضوع مش بيتعلق بس بالعهد الجديد، هذا الموضوع كان مبلش من قبل. اذا بتلاحظي معي في فترات صاروا يحرقوا المخيمات، في فترات صاروا يلاحقوا سوريين، في فترات انه ممنوع يتجولوا، وحتى كمان طردوا من كثير مخيمات من البقاع وبالجنوب وصولا الى الشمال. يعني كانه عم بيقولوا لهم للاجئين انتم فلوا من هالبلد وما لكم محل فيه. طبعا هذا امر مستنكر انسانيا واجتماعيا،
ولا يجوز انه نقول للاجئ هو اصلا نحن من الاول قبلناه لازم نتعاون معه ونعرف شو ظروفه. ولكن انا ما فيني برر كمان اذا كان في شخص مطلوب من قبل الامن ما فيني برر وجوده بهالمخيم، ولكن هيدي الطريقه خاطئه. بكل بلدان العالم يتعامل مع اللاجئين عقلهم اللاجئين وبيتدقق معهم وبيتهموا بكثير اشياء، ولكن مش بهيدي الطريقه العشوائيه. يعني فيني افوت على هالمخيم حقق بطريقه منظمه مين هو اللي له علاقه مثلا بداعش يعني او له علاقات غير شرعيه. ايه هو من كلام ابو هشام بانه هن كانوا عم بيفوتوا ايمت ما بدهم ويحققوا ويعملوا شو ما بدهم. اسمحي لي روح مره ثانيه لابو هشام. مزبوط. حكيتوا مع المفوضين؟ صراحه انا عندي هون سؤال. ايه تفضلي. انا هيدا السؤال عندي هون، هل هيدي ممكن تكون هيدا سؤالي للدولة اللبنانية اللي هلا كمان عم تتشكل حكومة جديدة، انه يكون هل هيدا الاسلوب من التعاطي مع اللاجئين هو عم بيقول انه نحن رافضينكم او روحوا على الموت او انه فلوا من بلادنا؟ صراحة ما عم بفهم باي طريقة عم تكون الدولة اللبنانية عم تتعامل مع هاللاجئين اللي هن ما عندهم حل تاني، يا انه بيبقوا هون تحت الجوع والفقر وأدنى مستوى المعيشة والحقوق، يا أنه بدهم يروحوا يموتوا تحت النيران. يعني ما بفهم وين رايحين. طيب أبو هشام، حكيتوا مع المفوضين مفوضية اللاجئين بهذا الموضوع وشو كان الرد؟ المفوضين عم يتواصلوا معا ببيروت، اتحاد الجمعية الإغاثية اللي هي المؤسسة تبعتنا، وعم يتواصلوا مع المسؤولين السياسيين ليشوفوا يعملوا حل. ما بعرف شو النتائج للثنين او الثلاثة اللي تطلع نتائجنا وشي. بس ما ردوا لكم جواب او انه شو السبب مثلا، او انه في حال طلعوكم انه حيأمنوا لكم مكان ثاني ولا لا؟ لا، ما حدا اعطانا اسا شيء شافي وافي. رنا، سؤال اخير لك، في حال صار هذا الموضوع ما في اي حل يقدروا يلجؤوا له اللاجئين المفوضيه مثلا، بما انه هي يعني هذا المخيم ضمن يعني اطارها الى تحديدا، ما انا ملزمه بان اتامن له مكان ثاني يقعدوا فيه؟ طبعا المفوضية هي أكثر حدا ممكن يلجأ له اللاجئ، رغم أنه هي عندها طلبات كتير كبيرة وعم تشكي دايما أنه ما عم تقدر تلحق لكل شيء، ولكن في جمعيات أهلية سورية لبنانية، وفي اتحاد غوث اللاجئين، وفي يعني هي كلها تابعة ضمن الأمم المتحدة. أنا برأيي دايما الأشخاص ما لازم يسكتوا عن حقهم، هيدا حقهم، أنا لجأت لهيدا البلد ولازم هيدا البلد يحميني، لازم يطعميني ويشربني ويحميني، مش خليني شاردة على الطريق. وإلا كان لجأ لغير بلد بأي بلد بالعالم واحترموه كإنسان. يعني إحنا ما عم نطلب منهم أنه يعملوا هاللاجئ سري، ولكن على الأقل تحترم خصوصياته ويحترم أنه يكون عنده مأكل وملبس ومشرب ومسكن. يعني هيدا أقل المستويات. أنا برأيي اللاجئين السوريين لازم يعملوا ضغط ويعملوا اعتصام كتير كبير قدام الأمم المتحدة، ويطالبوها أنه كمان هي تتحمل مسؤولياتها مثل ما عم تتحمل مسؤولياتها بكل بلدان العالم. على كل أصلا عم ينعطى للبنان أموال طائلة إلى علاقة باللاجئين وبتعليمهم وبمسكنهم وبالمخيمات، وكذا سياسة قال أنه هاللاجئين خلوهن عندكم يا لبنانيين لأنهم هن الوحيدين رح ينقذوكم، لأنه عم يجي على ظهرهم مصاري. فإذا وين عم تروح هالمصاري؟ بما أنه نحن عم نجيب مصاري للاجئين كمان لازم نحترم هاللاجئين ولازم نصرف هالمصاري عليهم، مش نروح نحطها بجيبنا. نعم، بتمنى انه ندائك يوصل رنا نجار، وطبعا الحاله الان اللي هي مستعجله اللي هي مخيم الريحانيه بشمال لبنان. شكرا لك رنا نجار، صحفيه كنت معي مباشره عبر الاقمار الصناعيه من بيروت، كما اشكر ابو هشام المصري مدير مخيم الريحانيه كان معي من عكار.